اسخف حاجه حصلت لكم والطف حاجه حصلت لكم على السوشيال ميديا؟ الطف حاجه ممكن تكون حصلت لي على السوشيال ميديا ان انا بشوف كم حب بيفرحني وبيبسطني، وبيبسطني الناس اللي بتبقى مركزه في حاجات تفاصيل، تفاصيل حلوه وبتقولها بطريقه حلوه تخليني بجد عايزه ادخل اقرا ايه انتوا كاتبين، ايه الحب اللي ممكن يبقى في حياه البني ادم ده. وبجد انا بقدر، يعني انا بدخل ارد على الناس اللي بيقولوا لي كلام حلو. واللي بيشتموا بقى وبيهاجموا انا يعني بتجاهلهم ما بتردش تماما، ما بردش، بس ساعات برد على اللي بيقول حاجه ممكن تبقى سلبيه بس بطريقه محترمه. ساعات برد بقول له بفهمه وجهه نظري، فهمها بس بتبقى بنفس الطريقه برده وبتبقى في منتهى الاحترام. لكن بقى الناس اللي بتسخف وكده لا بتجاهل. فرح لا، الناس اللي بتقول كومنتس مش حلوه، يعني اللي هو عشان يضايقوكي بس، يعني مش حاجه. في ناس عايزه تدي نيجاتيف انرجي. نيجاتيف انا بعيط على فكره، او كان بيجي لي اكتئاب بسبب حاجه زي دي. انا بتضايق وبيفرق معايا، انا مش من الناس اللي هقعد اقول لا هي مش بيفرق معايا ومش ببص، لا انا ببص وبشوف لان غصب عني عيني بتقع عليهم. وبيفرق معايا لاني بني ادم طبيعي، الناس بتحبني. انا بحب الناس اللي كلامها حلو، اللي تقول لك مثلا لو عايز تنتقد تنتقد، بس النقد يكون فعلا صح ومظبوط، يعني انا افهمه زي ما رنا بتقول. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده. بصي شعرك مثلا، لو شعرك كان كده احلى مش ده كده شيء طبيعي يعني عادي. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده بره، لسه كنت بقولها انا بقيت بتجاهل الكلام ده لان كان بجد بيجيب لنا اكتئاب. يعني كنت لسه بقول لها ساعه بابايا، قلت لها واحنا لسه سبب في موتهم، يعني ليه ممكن حد يخش يكتب لي كده؟ لا بتبقى حاجات سخيفه جدا. وبقى تيجي تقول لك، كنا لسه بنتكلم، يبتدوا يقول لك عامله فيلر وعامله مش عارفه ايه وعامله لسه صغيرين البنات دي لسه صغيره. لا لا هم مقتنعين بس هي اللي عملت التجميل بتاعتها احلى من اختها. اختها لا، بقول لك ايه، هم عاملين تقريبا عند نفس الدكتور. هم بيقولوا كده، هم خلاص دي شور. بس في طبعا حاجات كومنتس تبقى حلوه. انا لما مثلا في الاول الناس كانت بتقول عليا واسطه، بعد كده لما شافوني لا انت طلعتي تمثلي كويس احنا مبسوطين، الحاجات دي بقى بتبسطني وبتريحك. ما هو في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه، في ناس كويسه وفي ناس بتدي ارائها بطريقه مظبوطه ومحترمه بتفيدك، فدي حاجه حلوه. بس المشكله ان ما ينفعش اي حد بابليك فيجر بقى، ممثل او مغني او بيعمل اي حاجه، ما ينفعش يكون مهتم بالسوشيال ميديا قوي وسايب حاجه تانية اهم اللي هي الشغل الاساسي. ايوه بس سؤال يا شباب، يعني ما برضو انت قلتي جمله مهمه، انا بشوف. بشوف انا مهما حاولت ان انا اتجاهل انا بشوف. انت ليه بتضايقني؟ ايه فكره انك انت تضايقني؟ يعني ايه فكره ان انت تسخف عليا؟ هو مش فاهم ان احنا كده بنتضايق. هو الواحد بيدخل يكتب كومنت ممكن يبهدل الشخص ده ويسيبه وينام ويكمل حياته وهو بيدمرني عادي. يعني قال لك ما شافوش وهو بيمثل، دخل وقال له بيمثل وحش. واحد ما اتفرجش. ما لسه ما مثلتش يا عم، ده ابويا لسه ما يعرفش انا بمثل. انا بالنسبه لي انا ما حكمتش على نفسي لسه. بالنسبه لي الناس دي مرضى، مرضى نفسيين، ده مما لا شك فيه. وانا اصلا لو دخلت على بروفايله انا مش هرحمه، يعني هو اصلا بيبقى انا عملت القصه دي مره، بقيت اخش يعني بقيت اخش اشوف ايه. طب انت يا اللي مضايقني انت مين؟ فاكتشف بقى انه مثلا لجنه زهد الحياه او حاجه. وانا لو مسكته يعني انا يعني لا وحش حاجه ممكن ينتقدوا في حاجات انت ما ينفعش تغيريها، يعني حاجات فيكي، صوتك، شكلك مثلا. انت بداخل اكيد قالوك كلموكي على قصه صوتك دي مثلا. ماله صوتك؟ ما اعرفش يعني رخيم وحلو وجميل. لا صوتها عالي، صوتها انا صوتي عالي على طول. انا دخلت صوتك عالي دي وطي صوتك يا لميس، وطي صوتك يا لميس. لا دخلوا يقولوا لي صوتك تخين ومش عارفه انت بتفصليني من المشاهد كلها عشان صوتك تخين. طب ما دي حاجه ربنا خلقني بيها، انا هرضي مرض حضرتك؟ ده بيبقى نقص. انا اعتقد ده بيبقى نقص، هو نفسه يبقى مكانها بس مش عارف، فبيبدا بقى يلوش. انا عامه ساعات بحاول اجرب طريقه يمكن وبتنجح ساعات، يعني ساعات مثلا لو اول مره كومنت سخيف مثلا فاهدى ما ردش وشويه كده بدخل ايه احاول اكسب الشخص ده اشوف طب هو في امل فيه. بس انت في ناس كده عندك نفس. انا بارد عندك نفس وتقاطعت. يعني في ناس والله وراها شغل يا ابني، في ناس مش فاضيين، في ناس بيخش يكلمهم ويحاول يكسبهم وحاجات. يعني بحاول اقول له انا عملت كده مره بس انا حاول. في ناس والله بيجي هو بيبقى بيعمل كده عشان اصلا ترد عليهم. انا عارف ان انا بحقق له اللي هو عايزه، بس خلونا نسمع قولي يا رب ترد عليهم. انا بقى عملت حاجه كده والله بجد، ده حصل. هي واحده كانت داخله بتشتمني في
دي ام عندي. فدخلت وعماله بقى بتشتم دي ام دايركت مسج. دايركت مسج اللي هو يعني دخلت تشتمك دخل جوه عندي. فانا قمت رديت عليها وهي عماله بقى بتقول لي ان انا انت لعبه في وشك وانت اصلا ما بتعرفيش تمثلي وانت. فدخلت قلت لها على فكره انا مش عامله اي حاجه وعلى فكره يعني على انت ممكن تقولي الكلام ده كله بطريقه احسن بكتير. اما دخلت قالت لي والله انا اسفه ده ما كانش انا اللي كنت ماسكه الموبايل. انا ما حد عمل معايا كده بس انا في واحد شتمني كنت انا لسه بادئ بقى رحت انا شاتمه يعني كنت غلط ساعتها مش صح اعمل كده بس رحت شاتمه راح بعت لي فويس قال لي يا محمود انا بهزر معاك ده واحد صاحبي اللي كان ماسك الموبايل أيوة. عايزين يلفتوا الانتباه إيه أيوة. وبعدين وبعد فويس نوت بعمل كده عشان ترد عليا وبعدين قال لي هات نمرتك وبتاع يا عم عايز مني ايه انت شتمني اساسا.